وفصلت في معانيها من لدن حكيم خبير الذي أحكم كل شيء وأتقنه ووضع كل أمر في نصابه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لماذا أحكمت آيات الكتاب وفصلت؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لشنو؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا كقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنزل الله تبارك وتعالى الكتب، وبعث الله عز وجل الرسل، وانقسم الناس إلى مسلمين وكفار وأتقياء وفجار، وقام سوق الجنة وسوق النار من أجل عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وما من نبي بعثه الله إلا ليخرج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، ومن عبادة المربوب إلى عبادة الرب تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما صفة ربنا؟ ولماذا نعبد ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. خلق الله سبحانه وتعالى العباد ليصرفوا له العبادة
وخلق الله عز وجل الجن والإنس ليخلصوا له العبادة. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولذلك جاءت دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وكذلك جاء هود، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا قال نبي الله شعيب ونبي الله صالح وجميع الأنبياء والمرسلين. طيب ليه نعبد الله؟ لأن ربنا الخالق نبراو، لأن ربنا الرازق نبراو، لأن ربنا المنعم علينا براو، لأن ربنا البينفعنا ويضر براو، ينفعنا ويضرنا براو، لأن ربنا سبحانه وتعالى البيشفينا براو، لأن ربنا سبحانه وتعالى البينقذنا براو، لأن ربنا سبحانه وتعالى البيسمع دعاءنا براو. وهكذا جاءت آيات القرآن، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل ذكر قصص الأنبياء والصالحين الدعاة حينما دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وحينما قابلهم أقوامهم بالتكذيب، وبما جاز الله هؤلاء الأقوام بالأخذ والنكال والعذاب الشديد، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وختمها بقصة لوط ومن كان معه من قومه وما حصل لهم، بعد ذاك ربنا قال قل الحمد لله. قال العلماء يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، لأنه هو الذي نصر المرسلين، ويحمد الله سبحانه وتعالى على صفات الكمال ونعوت الجلال. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لأنهم نزهوا الخالق تبارك وتعالى ووصفوه بما يستحق من الصفات الحسنى، من الصفات العلى والأسماء الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، تسليم، وهذا تزكية لهم في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم وفي دعوتهم، وسلام على الذين اصطفى الله خير. بعد ربنا ذكر قصص الناس ديل الله أخير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم السماء والأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله
وده يا أخواننا يوريك إنه الشرك الكان زمان ما زي الشرك بتاع الليلة. الشرك بتاع زمان ما فيه شرك في الربوبية، الرب هو الخالق المالك السيد المتصرف، دي المشركين ما كان بغالته فوقه. قل لمن الأرض ومن فيها، الواطة دي حقت منه، والفي الواطة الماشين في الواطة ديل حق منه. وده كلام من رب العالمين، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لازم يا ناس الناس تسمع القرآن وتفهم القرآن وتتدبر القرآن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ربنا قال حيقولوا لك، اللي بيقولوا ديل منه؟ ديل المشركين، ناس أبو لهب وأبو جهل وعقبة ابن أبي معيط وأمية وأبي ابن خلف وشيبة وعتبة ابن ربيعة وغير من المشركين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، المالك أي حاجة وبيتصرف في أي حاجة منه. والخطاب ما للصحابة، صحابة الموضوع ده عارفين انه تمام مقرن به وبكل انواع التوحيد. الخطاب للمشركين الأقر بعض وجحدوا بعض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. بعدين شوف المشركين جوابهم نجيط، قال لك لله، اللام دي حرف جر واسم الجلالة اسم مجرور، وده في محل رفع خبر، لكن الخبر ده جابوه قدام، والخبر لما يجي قبل المبتدأ عند العلماء يفيد الحصر والاختصاص. يعني الأسئلة سألتنا لها دي كلها يا رسول الله كلها إجابة واحدة لله، كلها حقة الله، كلها محصورة عند الله وكلها خاصة بالله. جواب سديد من المشركين، قل فأنى تسحرون. ولذلك قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض. وده يا أخوانا ما نوع التوحيد الذي قامت فيه الخصومة، ليس هذا هو. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. هل بيرزقكم من السماء والواطة منه؟ أفرأيتم ما تحرثون. ولك السنة دي أنا عندي زراعة والشيخ عنده زراعة، شيخ الطريقة جايب المساكين الحوارين المعاو حواوير جايبهم يشتغلوا له في الواطة مجان، بس يجيب لهم الدغمة المهيوبة ويجيب لهم ملاحم ثلاثة، والجماعة مساكين شغالين خلوا أولادهم. يقول لك يا سلام شغالين للشيخ، دائرة أجر مسكين غشوم، فهمت؟ الناس دي غشوم شغال للجماعة دي. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق ده منه؟ المطر ده النزل منه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي ظلم خليه يشوف طعامه أكله ده جا كيف، الكسرة اللي بتاكلها دي جات كيف، الويكة اللي بتاكلها جات كيف، الرجل الفاصولية الفول كله جا كيف. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. دي كلها آيات بتخلي الزول اللي بيفهم واللي بيصدق القرآن وما بعارض القرآن بفكي ولا طريقة ولا شيخ ولا غيره بيخلي صدره منشرح للقرآن. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الشيخ يردس من أكل الله دي،
ياكل لغايه ما بطنه تنشرط، بياكل الله، والحمار بتاعه ياكل باكل الله، ولما يقوم فوق يا الصالحين يا زول الصالحين ده قوموا لك هنا حاجه، جو اشتغلوا معاك كذب كذب اشتغلوا معاك، ها الصالحين ديل اللي بتزعمهم وما صالحينهم زي ما هيجيك الكلام ان شاء الله، فهمت؟ الصالحين ديل جو ادوك سماد سماد، جو شكروك، اللي بيقول لهم صالحين ده بس بيجيب لك الدفار بتاعه ولا البوكس بتاعه بيجيبه لك وقت الدرد ولا شنو؟ وقت الحصاد. الجماعه خلاص والبقى يخيط في شوالات كويس، والجماعه يجيبوا فتاشاتهم دارين يشتروا، بعد ده الشيخ بيجيب الجماعه بتاع انه راياته فوق، فهمت؟ والنوبه بتدور وبيجوا لافين بالمزارع والبلاد بتاعت المساكين، ده 3 شوال ده 5 شوال، الشيخ سنته مرقت لك سنته نجحت وما اشتغل ولا حاجه، مش مردوب وش ما عنده ولا بقول شنو، فهمت؟ طورية واحدة ما دقة بعرق المساكين، ليه؟ لأنه مسكهم بالعقيدة أول وخوفهم خوفهم وهم صدقوه، لأنه ما فتحوا المصحف وقروا المصحف وفهموا جوا المصحف، عشان كده الشيخ أسرهم ومسك عقولهم وطبله وخدت المفتاح عنده، ما بديك المفتاح، وكل ما تكون داير تتكلم وتبين للناس الحق طيب يقول لك الآن نحن عندنا محاضرة بمناسبة، لا ما داير الناس يسمعوا، ما عندك أي مناسبة وما عندك أي موضوع وما عندك أي كلام تقوله، ولو جاهز تعال ناقش، فهمت؟ ما عنده أي حاجة، لكن لأنه بيفتكر وبيرى وبينبسط إنه لو المسلمين سمعوا القرآن تاني ما بيجوا ورزقه بينقطع، لأنه عقيدته فاسدة بيعتقد إنه الرزق عند الناس، ونحن عقيدتنا انه الرزق في الواطة ذاته ما في، ما في رزق في الواطة، ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده لو الشيخ بيفهم، لكن عقيدته خربانة، ربنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، شوف الآية دي عجيبة كيف، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، حصل شفت لك نملة، النملة مش قاعدة تاكل، حصل شفت لك نملة عندها جزلان، ها هذا شفت لك قعونجة عندها رصيد في بنك، الرزق بتاعه وينه؟ ربنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، عشان تعرف ان الموضوع عند الله، عشان كده ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون، انت بتحفر بس ما بتعمل حاجة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ده كله ربنا اداك لهم، عشان كده ربنا أنعم على العباد وامتن عليهم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر لهم هذا الخبر في القرآن في سورة الأنعام، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، السؤال أسوي لي ولي غير ربنا سبحانه وتعالى، طيب ليه أنا اتخذت الله ولي؟ فاطر السماوات والأرض، ربنا خلق السماء والأرض، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال هذا خلق الله سورة لقمان، بعد ما ذكر إنه خلق السماء ورفع من غير عمد، ما في عمدان شايل السماء كويس؟ الآن شوف لك أكبر زول غني وعنده قروش، وزول ممكن يقول لك الزول ده ممكن يبني لك عمارة بأي شكل، العمارة دي بيقدر يبنيها من غير عمد؟ ما بيقدر، ربنا رفع السماوات دي من غير عمد، ربنا قال ترونها، شايفين انتوا في زول شايف لي عمود؟ ما شايفينها هذه لا ترونها، عشان كده بعديها ربنا قال هذا خلق الله، ده خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما بيخلقوا مثقال ذرة، العلماء قالوا الذرة هي النملة الصغيرة
ما بيقدروا يخلقوها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. يقول لك الآية قالت لك ما خلقوا السماء والواطة. طيب إنكم ما خلقوها لكن ما شاركوا الله. ربنا قال وما لهم، يعني الناس اللي بينادون من دون الله ديل ما عندهم شرك. وما لهم فيهما يعني في السماء والواطة من شرك، وما له أي لله منهم من الأولياء ديل من ظهير أي من معين. ربنا ما بزول ساعدوا في السماء والواطة، ولا ربنا قال لزول بس أخلق لي الكتر ده، الكتر ده أخلقه ما في. ربنا ما قال لزول أخلق لي الموية بس ما في. ربنا ما قال لزول أخلق لي الضبان بس ما في. كلها خلق الله، كل المخلوقات خلق الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كل الناس، إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله الأنبياء دون الله، ولا هم الله دون الله، والرسل دون الله، والملائكة دون الله، والجن دون الله. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ولن ده حرف نفي دخل على الفعل المضارع يدل على الاستمرار، ما بيقدروا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. سبحان الله، الضبانة دي بتختف ما بتجي تستاذن. أسأل في ضبانة قالت لك عليك الله من الدلائل الكسرة دي ما في، الضبانة دي بتختف بس. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يرجعوه، ما بينقذوه. الضبانة بتريك في أكل الشيخ أسي تلقى زول، والله ناس مساكين يا أخوان ما عارفين الحاصل. الشيخ ده لما يجي أول حاجة يملص النعلات بتاعته، يملص النعلات ويفك العمة. أنت في شنو أنت؟ ليه يعني تسوي له كده؟ ربنا قال لك ده قال أنت بتخاف منه وتعمل له العمايل دي. ربنا قال لك الضبانة بتجي تختف منه، الضبانة تكون أرجل من زول شنباته زي الدجر ده. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لكن السبب الأرزل لهم شنو؟ وما قدر الله، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لأنه زول ما خاف من الله وعظم ربنا تبارك وتعالى تعظيم حق، عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه خاف من البشر، تخاف وتلاوز. لكن لما تعلم إنه الأمور كلها عند الله ما بيتصرف فيك ولا بمثقال ذرة، ما بتخاف، ما بتخاف من زول، تخاف من رب العالمين، وإنه ربنا اللي بيتصرف فيه، وإنه ربنا سبحانه وتعالى الذي يقدر على أن ينفعك أو يضرك. عشان كده ربنا أنكر على المشركين اتخاذهم الأولياء من دون الله عز وجل. ربنا قال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة صفتهم شنو؟ لا يخلقون شيئا. وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما بيخلقوا أي حاجة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا قال واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هو ذاته الناس الباركين له وتعبانين له ده ذاته مخلوق، ولا هو الخالق؟ هو خالق ولا مخلوق؟ هو مخلوق. ربنا قال ولا يملكون لأنفسهم، مش لك انت. دول يقول لك والله يا شيخ أن إحنا المرضي 9 سنة ما جابت ولد، 9 سنة. الناس قال لي عرس واحدة تانية بس أنا داير دي يا شيخ، 9 سنة المرضي. الموضوع ده كيف الموضوع عند الشيخ؟ ربنا قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. الشيخ ذاته تلقاه تجيه لك ملاريا، تلقاه يطرقط، تلقاه يقنط، ما لك يا زول؟ طيب ما الناس ما بقولوا يا الضلع عن حديد، وين ضلعك وين الحديد بتاعك وينه؟ تلقاه يقنط ويدوا لك حقنة بتاعت ملاريا ويكورك، فهمت؟ ولا يمسكوا 4 والفراشة تلقاه مارقة بيجاي، وتلقى ضلعاته بيقى مارقات وعيونه بيقى غادسات لجوه وبيقى تعبان حالته بالبلة. وبعد ده في ناس بيندهوا يا زول ده يتصرف شنو؟ يا زول ده يتصرف في شنو؟ ما بيتصرف في أي شيء.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا. يا أخو ما بيملك لك موت، ما بيعمل لك حاجة، ولا حياة ولا نشورة. لا زول خلقني لا بيقدر يتصرف فوقي، ولا يوم القيامة بيبعثني، بخاف منه ليه؟ بمشي ليه وليه؟ عشان كده ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. شوف القرآن ده واضح كيف يريح المؤمن. قل هل بعد ذاك الآيات قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ها واحد بيقدر يخلق حاجة؟ لكن والله يا أخواننا للأسف الشديد الشيء الحاصل الليلة من الطرق الحاصل الموجود الليلة ده أسوأ مما كان عليه المشركون الأوائل. والكلام ده بالكتب ما تزعل، ما تزعل نهائي ما تزعل. والكلام ده قرره في التلفزيون قبل فترة، كان عندنا مناظرة مع الصوفية، الصوفي قال أيوة الأولياء بيخلقوا وبيقى داري يستدل قال من القرآن، قال عيسى بيخلق. أنت نبي الله عيسى؟ عيسى نبي، ربنا بنزل له جبريل من السماء، فهمت؟ وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل تاني ما بينزل. كيف تستدل بالآية دي؟ دي معجزات. إذا قلت معجزات الأنبياء زي ما بقول الصوفية هي ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وده كلام كفر بالله. لو قلت كده نقول لك هل يمكن أن يكون لولي من أوليائك المزعومين هل يمكن أن ينزل عليه قرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ولا القرآن ما معجزة؟ إذا قال ما معجزة ده كفر، إذا قال ما بينزل معناه القاعدة دي باطل. موسى عليه السلام يشق له البحر، شق لنا البحر. صالح عليه السلام مرقت له ناقة من الصخرة، أمرق لنا ناقة من الصخرة ليه؟ لأنه قال ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وده كلام باطل. لأنه ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يأتينا بآية من ربه قال لهم قل إنما الآيات عند الله. أنا قال لهم ما بجيب حاجة من عندي، الآيات دي كلها عند الله، لو داري رسلها برسلها، لو ما داري رسلها ما برسلها. ولذلك دي آيات واضحة. عشان كده ربنا قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. في كتاب اسمه ليك سلام مني ليه عبد الرحيم البرعي، وإن إحنا لا جايين نقول إن على الأبو أو إن على كذا أو كذا، نقول ده كلامه وكلام نشره للناس. وقال الزول اللي بيحفظ كلامي ده ويعمل به بيخش الجنة. ولا ناشره ليه؟ مش ناشره عشان نخش الإسلام ويحسن عملنا ونخش الجنة؟ طيب نشوف الكلام بيدخل وين. قال عنده شيخ اسمه تد قال كتبوا هنا اسمه قال تت الفلاتي. ونحن طبعا يا أخواننا في عقيدة المسلمين الولد ما عنده قبيلة معينة ولا عنده صفة معينة، قد تكون من قريش، قد تكون جعلي، تكون فلاتي، شايقي، مسيري، غيره غيره. إذا جبت صفتين مش بالقبيلة، صفتين، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. لكن لو بقيت من قريش وبقيت عارض الدين والإسلام وتنشر في الباطل أنت بتكون ولي لكن للشيطان. أبو لهب بيبقى للرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ عمه. ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل شنو؟ مسد. فأبو لهب مع أنه مش من قريساي من بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه لزم ما باللفة، عمه لزم. بعد ده بيمشي وين؟ جهنم سيصلى نارا ذات لهب. عشان كده أنا إحنا ما مشكلتنا يا أخواننا مع النازل في جنس ولا واطة ولا أرض ولا قروش
ولا كده، وإنما في الدين. عشان كده يعني قال كنت ممن صحب الشيخ تد زمانا، قال ورأيت له كرامات، قال منها أن امرأة من نسائه طلبت منه خادما تخدمه زمن ذاك، يعني ده كلام ده بدري، وكان بيمشوا بيشتروا الخادم من السوق، فهو لو مشى اشترى خادم وجاء كان الموضوع يتحلى. قال وألحت عليه في ذلك، قال فأمرني أن أخذ فأسا وثوبا، قال للمريد بتاعه جيب معاك فاس وثوب. قال ثم ذهبنا إلى شجر هناك، هناك ما ورانا له في الكتاب ده كلام كاتب البرع بيده. قال ثم أمرني أن أقطع عودا من شجر على قامة إنسان، يعني قدر طول البني آدم، وأن أستره بالتوب وأن أتنحى عنه بحيث أكون قريبا منه. قال ثم أخذ الشيخ سبحته وجعل يذكر الله بهمة عالية. قال ثم قال يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة، قال فرأيت ذلك العود تحرك، عود بسبحة وتوب وقطعوا بفاس، قال فرأيت ذلك العود تحرك وانقلب أمة. أنت لو زول عاقل مش أنت ذاتك بتتحرك تخلي الشيخ والعود والفاس والتوب؟ لكن ده قال شنو؟ قال فأخذتها من يدها، قال ثم ذهبت بها إلى زوجتي فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. شوف الكلام ده كيف معناه يا أخواننا، في آيات في القرآن كثيرة حنشطبها. أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شجر كما قال البرع، ما ده كلامه؟ ياهو كذاب، يا نكذب القرآن، الكذاب منه كذابه، عرفت؟ عشان كده ذاك ما دارك تسمع التوحيد وما دارك تسمع القرآن وما دارك تهتدي، لأنه لو سمعت الكلام ده تاني يوم ما بتمشي تقعد له، فهمت؟ والمولد اللي بيزعم إنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وشايف أنا في بداية المحاضرة سامعه بيقولوا إنه لابد ولابد كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها غلاط. أنت إذا ما حبيت الرسول أنت مسلم ذاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فهمت؟ وحديث عبد الله بن هشام في البخاري في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيد عمر، فقال عمر يا رسول الله إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي التي بين جنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي، فقال والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي أو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن شنو؟ ده الإيمان. فدي متاجرة ومزايدة، فهمت؟ مزايدة، إنه إذا بتحب الرسول تشيل نوبة وترقص وتكشاكيش وتعمل رايات ونوبات وتنادي الشيوخ، ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي عقائد غريبة. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ الأولاد بتاعنا الابتدائي بيحفظوا الآيات دي، من نطفة، البرع قال لك من شجر، مش ده معارضة للقرآن؟ من نطفة خلقه فقدره. ربنا قال وهو الذي جعل من الماء نسبا، من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قال من الماء ما قال من الشجر، مش؟ ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من شنو؟ من نطفة أمشاج نبتلي، وغير من الأدلة في بيان صفة خلق الإنسان أنه خلق من نطفة، خلقه الله عز وجل من ماء مهين، وهذه معارضة للقرآن. وده يا أخواننا المسألة دي ما كان المشركين الأوائل بعرضه فوق، ما كان بعرضه إنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعرض القرآن في إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، أو أنه الذي يملك ويتصرف في الكون وحده.
الليلة يجي يقول لك ديل الحراس الفراس للكون حراس اللي بيرفع راسه ليه يواسه يا ناس ده شنو ده؟ هل ده الإسلام كده؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أمرك تواسي رؤوس الناس وإنت ما حاكم ولا تدعو الناس إلى الحق؟ أنت حلاق أنت ذاته قال لك واسي راسه فهمت؟ فكلام غريب، دي عقائد موجودة. قال فالذكر هنا في كتاب ده، كتاب ده بيبيعوا في الدار السودانية للكتب، قال فالذكر عنوان الولاية إنه حقا يكون به المريد وليا. قال أنت بتذكر الله لغاية ما تبقى ولي، طيب إذا بقيت ولي بيحصل شنو؟ قال يهب الغلام. لما تبقى ولي قال أنت بتهب الغلام يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سوية. قال الولي لما إنسان يذكر الله كثير ويبقى ولي قال يكون به المريد وليا. قال شنو؟ يهب الغلام بدي الجنة. ودي برضو عقائد موجودة يا أخواننا في كتب، ناس كتار ضاعوا بها وضاعت أعراضهم بهذا السبب. وجابوا في تلفزيون السودان تلفزيون النيل الأزرق أولاد الكباش، كلام ده لازم نوري للمسلمين. وقالوا في التلفزيون قول لك لا ما تفرقوا. وطيب داك في التلفزيون ما تفرقوا؟ لو صح إنه ده تفرقة، لكن ده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهمت؟ قال الشيخ الشامي، جابوا الخليفة الكباشي بيتكلم. قال الشيخ الشامي جاء واحد زي القصة الهسي الآن تسمع، ممكن تسمع مباشر يعني لايف، فهمت؟ ممكن تسمع إنه زول داك بيتكلم بالبدع بتاعته دي. قال أكان أبونا الشيخ جاء واحد لا في قرآن لا في سنة لا في ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إلى آخر الآيات، فهمت؟ فده قال جاءوا الشيخ جاء واحد ومشى للشيخ دائر الجنة. بعدين قال لما قبل ما يخش للشيخ لقى ود الشيخ ذاته، ود الشيخ لقى واقف بره، فقام قال له يا فلان ماشي وين؟ قال له قال انا ماشي لابوك داير الجنة. قال له ما مشكلة، انت ما دام جيت لابونا ان احنا ذاته اديناك جنة. والله الكلام ده في التلفزيون، والان لو عندك نت ولا كده خش بتلقى الشغلة دي. قال قام قال له خلاص كده امشي لابوي انا اديتك جنة. مشى لابوه قال له كيف الشيخ كده سلم عليه أهل حاصل شنو؟ قال له والله أنا جيتك داير جنة وقبل لقيت ولدك في الباب وداني جنة برضه. قال له خلاص ما دام ولدي داك جنة أنا ذاتي اديتك جنة، لكن قال له خلي ولدي يفرز الجنة اللي اداك له من الجنة اللي اديته له. داك قال له عنده ظهر، عنده شامة في ظهر وداك في فخذته إلى آخره. شوف ده ما داير، ما خليه متلخبطه ماله فيها شنو؟ ما بترضى شرك خليه متلخبطه. داك ذاته اللي ادى الجنة رجع في الشارع برضه لقى شنو؟ لقى واحد جاي للشيخ داير الجنة. انا ما عارف ديل اللي حيوريهم منه ذاته. رجع لقاه في الشارع قال له ماشي وين؟ قال له ماشي للشيخ داير شنو؟ قال له داير الجنة. قال له ما دام كده انا ذاتي مشيت والشيخ وولد الدوني هكا واحد. قام اتداول والله يا اخواننا في تلفزيون السودان وفي رمضان، في رمضان للاسف الشديد. وربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض حق ربنا سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء يهب الله بدي وبدي من غير مقابل. لكن الليلة لو مشيت لأي فكي بتاع طريقة أو شيخ بتاع طريقة لازم تديه تحت المصلاية بتاعته، تديه بياض، لازم تعصر له، لازم تديه الزيارة، فهمت؟ لابد تديه. لكن ربنا بيديك من غير مقابل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه أي الله عليم قدير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلى أنبياء بعدم الولد، ابتلى إبراهيم عليه السلام، ابتلى زكريا عليه السلام، ابتلاهم بعدم الولد فسألوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا عز وجل أداهم الولد، أداهم ربنا كما قال الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه، نادى الله قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأمور دي كلها يا أخواننا بيد الله، ما بيملك مع الله شيء. ولا بد يا أخواننا العقيدة دي المسلم يعرفها، ويعرف مسألة تانية إنه مع إنه العقيدة دي مهمة إلا إنه المشركين كانوا معتقديننا وبعد ما بيقوا مسلمين. شوفا نحن في هاتو مرحلة برضو جابوا في قناة النيل الأزرق بيتكلم برضو عن شيخه، وكله تشكير لشيوخهم، فهمت؟ ما فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. لا نمشي شوف البدعة ما تسمى بالمولد، لا قالوا الله سبحانه وتعالى ولا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو سألت الصوفية قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، وفي حديث آخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران بن الحسين فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة إلى آخر الحديث. هل واحد من القرون الثلاثة المفضلة من يسمون بالقرون المفضلة عند أهل العلم، هل في واحد منهم احتفل بالمولد؟ يقول لك لا. عشان كده الإمام الفاكهاني رحمه الله قال إنما هو بدع شهوة نفس اغتنمها الأكالون، فهمت؟ قال وشبعته شنو كده معارف سواء البطالون، ناس دارين يأكلوا يرقصوا. عشان كده الإمام القرطبي صاحب التفسير، إمام من أئمة التفسير، في تفسير سورة طه لما جاء إلى قصة السامري والعجل الذي عبده بنو إسرائيل قال وأضلهم السامري، قال وأول من اتخذ الرقص هم أصحاب السامري العجل. قال وقد سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، ده من أئمة المالكية، وفي السودان هنا تلقاهم يقول لك مالكية ما هي إلى المريخ، فهمت؟ مالكية نهز الأرض، ما الموضوع كده، مالكية بالمنهج ما في، فهمت؟ قال وسئل عن قوم يقال لهم الصوفية، قال يأكلون كثيرا ثم يقومون فيرقصون. الكلام ده قاعدين يعملوا منه، يعملوا الناس فيصل العجب بيعملوا منه، يعملوا الصوفية. قال فقال له، قال لي يا سائل انت مسكين، قال لي يرحمك الله، مذهب الصوفية مذهب بطالة وضلالة وجهالة. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن هؤلاء قال له لا يتصوف رجل أول النهار إلا وأتى الظهيرة وهو أحمق، أو كما قال. الإمام مالك قالوا له إن بأرض فلان قوما يقومون فيأكلون كثيرا ثم يقومون فيرقصون ويتواجدون. الإمام مالك سألوا الدرس ده في حلقة العلم، والإمام مالك كان درس هيبة كما قال القائل، قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، حب الوقار أدب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. ما كان حاكم لكن هيبة في درسه. سألوا السؤال ده قالوا له ناس بيقوموا يأكلوا يرقصوا ويعملوا كده، الإمام مالك قال أمجانين هم؟ كده يكونوا ناس مجانين؟ قيل له لا ليسوا بمجانين. قال أصبيان هم؟ شوف يعني، قالوا له لا. قال ما سمعنا أحدا ممن أدركنا يفعل هذا. قال ثم وضع الإمام كمه على وجهه وضحك حتى دخل مجلسه، فقال له الناس لقد جالسنا الشيخ 14 سنة فما رأيناه يفعل ذلك، لقد أفسدت علينا شيخا. شوف الكلام ده كيف يقول مالكية، يا أخي ما عندك علاقة بالإمام مالك، فهمت؟ الإسلام يا أخواننا، عشان كده الإمام مالك رحمه الله قال فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. وكثير من المسلمين يتسأل يقول لك يا أخي طيب إنت ليه كلامك شديد في النازل؟ يا أخي البدعة دي فيها شنو يا أخي؟ زول جاب لي حاجة جديدة، أنت بدل تشكره تقول تنقص لنا الدين، ما زاد فيها شنو؟ أيوة فيها شنو؟ فيها إنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شكد العلماء قالوا خطورة البدعة، البدعة يعني شيء جديد في الدين، الشيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة، قالوا خطورته إنه الزول ده بيقول بلسان حاله وقد يقول بلسان مقاله إنه يا رسول الله ويا الصحابة نحن لقينا خير انتم ما لقيتوا ذاته، أو
بيقول إنه في كلامه خير الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه للمسلمين، لأنه ده فيه استدراك كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله من أئمة المالكية أيضا، قال فيه استدراك على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ يعني الدين لسه ما كمل. الآية بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم، لا لا لا، دي كده خلوها شوية، خلوها شوية لغاية ما نحن نجي نتم عليكم الدين. عشان كده لو سألت أي زول تقول له المولد ده جنو، ده دين ولا ما دين؟ يقول لك أيوة دين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ولا ما عرفه؟ يقول لك معقولة يا أخ في دين الرسول ما بعرفه؟ عرفه. أيوة عرفه. بلغه ولا كتمه؟ يقول لك حاشاه، الرسول ما بيكتم، طوالي بلغه. وين الدليل؟ مش بلغه، وين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بيّن الدين كله. طيب أين المولد؟ أين بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم للمولد لو كان دينا؟ يقول لك ما لقينا. إذا ما دين، إذا ما دين، لأنه لو كان دين ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على المسلمين. إذا كان في دين بيقرب لله، بيقرب لله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكتمه، لأنه يشق عليه أن لا يبلغ الدين للناس. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين شنو؟ رؤوف رحيم. فما ممكن يكون دي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكتم عنا هذا الخير الذي لم يعلمه رسول الله، ولم يعلمه أبو بكر، ولم يعلمه عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا العشرة، ولا أصحاب بدر، ولا أحد، ولا بيعة الرضوان، ولا غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأئمة الأربعة، ولا التابعين، ولا أئمة المذاهب. وجاء في آخر الزمان من يعلم الصحابة والسلف المتقدمين الصالحين أهل الجنة، جاء يعلمهم هذه البدع. دي الخطورة. عشان كده جاء في الحديث أسماء وأبي سعيد وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طرد بعض الأمة من الحوض. في ناس يوم القيامة الملائكة تطردهم من الحوض، والناس اللي بتطردهم ديل ما ناس بتاعين موسيقى وفنانين، بتاعين كورة وهواء، لا، ديل ناس بيجوا المساجد وممكن بيصلوا في الصفوف الأوائل وبغيموا الليل وبيذكروا الله وكده. الملائكة تطردهم من الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس الملائكة والعياذ بالله تطردهم، ها؟ قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير وبدل. شوف الزول الجاب المولد ده دار يتقرب لله، دار يظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله. يوم الغيامة نتيجته شنو؟ هل دي بتقربه لله؟ يوم الغيامة الملائكة تطرده إذا مات، تطرده من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم الزول ده جاب حاجة جديدة في دينك يا رسول الله، وأنت لا تعلمه، وأنت لا تعلمهم، وقد حذرتهم. فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الخسران ده كيف. يوم الغيام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. عشان كده يا أخواننا البدعة دي، بدعة دي صعبة، الإنسان يبعد منها بعيد. بعدين تعال شوف المظاهر الموجودة جوا المولد، جوا تلقاه. أول حاجة تفرق للأمة. أئمة المالكية العلماء من المالكية قالوا لو الزول بيجيب صحيح البخاري وبيقرأه بيقرأ السيرة ويجمع أهله بس، ما بكون في ناس مختلطين من برا، فهمت؟ ولا يكون في سماع ولا اختلاط ولا رقص ولا غير ولا طبول ولا غيره. قال الإمام الفكهاني فهذا بدعة منكرة. قال فإذا اجتمع إليه التفرق واوى إلى آخر، قال فهذا يكون ضلال على ضلال. الآن تعال شوف المولد هل ده بيرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تلقى الشغلانية مقسمة، طريق القادرية أبناء الكباشي، القادرية المكاشفية، القادرية العركية، القادرية ما عارف ليك مين، ستة، تجانية تربية، تجانية ما تربية، تجانية الضعين، تجانية ما عارف سقط لقط، السمانية طابط، السمانية البرعي،
سمانية الكريدة سمانية ومره سمانية فهمت خمس تفرق للأمة ده مظهر تلقى النسوان متبرجات واحدة من الساعة 5 عشان تمرق بعد المغرب تلقى ضربت البهيات في وشها وتعطرت ولبست متبرجة وتقول لك ماشيين نسمع المديح محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما عارف زي ما قال ذاك المسكين ذاك ربنا يغفر لنا وليه محمود بيحب الرسول والحوت بيحب النبي انت النادي مارقة ساكت انت قال الشغلة دي ساكت الشغلة دي قايلة ساكت بعد ذاك تعال شوف في عطالة طبعا بيجي ده الموسم بتاعهم الموسم بتاع العطالة قاعد في الوقت ده يقول لك يا سلام موسم نجا مع الشتاء فهمت بعد ذاك تعال شوف التفرقة بعد ذاك تعال شوف فوق عبارات الشرك مدد يا الدسوقي الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية الليلية هي فهمت فوق الشيخ فوق مدد يا الشيخ فهمت وربنا سبحانه وتعالى حكى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وجنو دمنو ده الله ده يقول لك مدد يا الشيخ بعد ذلك تعال شوف جوا القصائد التي تسمعها فهمت مثلا أديك كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطم صفحة 114 ده كتاب الطريقة الختمية وده الكتاب بيبيعوهم ده بيبيعوهم زول قال لك ده الإسلام الإسلام اللي بندعو له والزول اللي بيتمسك به وبيخش الجنة طيب بيتكلم قال يا معشر الخلق من جن ومن بشر هل تنكروا قدرنا هل تنكروا فضلنا أم تجحدوا قدرنا بعدين شوف ذات الخطاب خطاب بتاع استعلاء يعني احنا ناس عندنا فضل وانتوا كيف تنكروا فضلنا وكده والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انا سيد ولد ادم ولا فخر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وده ما يعلم انه ذاته حق جزاك الله خير قال نحن الملوك الختميه قالوا كده قال نحن الملوك وجميع الملك اجمعه قال وكل الملك اجمعه اعلاه اسفله في طي قبضتنا ما الفخر الا لنا ما العز إلا بنا من عالم الذر مولى الخلق قدمنا قال مما كنا في الزر ربنا قدمنا نحن شوف الكلام ده كيف وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى ربنا أنكر على الناس اللي بيزكوا نفسهم ربنا قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولما قالت أم السائب رحمة الله شهادتي عليك أبا السائب رحمة الله عليك وزكت أبا السائب وده مات مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيد النبي صلى الله عليه وسلم داري علمه ما تزكي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أعلم وأنا رسول الله ما يفعل الله ما يفعل الله بي ولا بكم فقالت والله لا أزكي أحدا بعد شو ده بقول في شنو قال ما الفخر إلا لنا ما العز إلا بنا من عالم الذر مولى الخلق قدمنا تقديما يشهد الله العليم به يا زول شوف الافتراء على الله ده كيف قال الله ذاته شاهد إنه قدمنا يا ناس الزول ده شوف بيتكلم مع رب العالمين كيف قال فالخير كله بنا والأمر مثالنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ودي أيضا آيات قال لم يخلق الله في الأكوان أجمعها من كامل غيرنا أو عارف مثلنا الأكوان دي كلها زور ربنا سبحانه وتعالى خلق كامل غيرنا ما في وأجمعها ده تأكيد وده يدل على أنه يدخل في ذلك حتى الرسل والأنبياء قال نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا يا ناس الكتاب ربنا نزله لمنه ربنا قال نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورسلوا وربنا نزل لجميع الناس مش رحمة للعالمين مش ربنا قال في سورة يونس قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ودي الآية بفهمها الصوفية غلط يقول لك ده دليل المولد لا ده ما دليل لأنه القرطبي وابن كثير والبغوي وابن جرير الطبري قالوا ونقلوا عن العلماء بالأسانيد إنه بفضل الله وبرحمته أي القرآن والقرآن أو الإسلام
أو القرآن والإيمان، أو القرآن والاتباع للقرآن بفضل الله وبرحمته. فهمت؟ فما في تعريف إنه فضل الله أو رحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا إنه التفسير بتاع فضل الله أو رحمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمها أو لا؟ هل فعل مثل هذا؟ ما فعل، يبقى استدلال باطل. قال ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعثتنا. والله إلا تبقى المسيح الدجال، لو بقيت المسيح الدجال صدقته. ها؟ قال ما في نبي ربنا يرسله إلا يقول له اسمع في آخر الزمان في الطريقة الختمية، شيت حيلك معهم يا ناس. ولا الكلام ده كيف مجاودة كلام عربي واضح؟ ولا أنت تبقى المسيح الدجال؟ فهمت؟ يا أخوة الله ذات يا أخوانا الناس دي بتكذب كذب كبار كبار. قال العرش والفرش والأملاك والبشر والقبل والبعد في أرياف رأفتنا. قال الناس كلها شغالين مش من رحمتنا، جزء من رحمتنا. عشان كده قال في أرياف، الريف اللي هو جنو أشيل الغرى والبعيد والطرف. قال الناس قاعدين في طرف رحمتنا، لو دخلناهم جوا ما بيفهموا الحاصل ذات. طيب قال نحن الذي سجد الأملاك أجمعهم لنا فنالوا منا التبجيل والمننة. يا أخوانا رأيكم شنو في الكلام ده؟ الملائكة سجدوا لمن؟ سجدوا لي الله. في زول عنده دليل ولا إحنا بنكذب ساي؟ في زول عنده آية يا أخوانا؟ ما في آية يا أخوانا؟ كلامهم صح يعني؟ في زول الدين آية؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. صح؟ الملائكة سجدوا لمنه؟ لآدم. والسجود بتاع آدم سجود بتاع شنو؟ سجود بتاع تعظيم وتشريف. لكن قال كلهم إلى أن قال فكل مشتهر بل كل مفتخر والعالمين سموا من تحت وطأتنا. لازم كلها قال لك تحت وطأتهم، تحت وطأتهم يعني أي حاجة حاصلة في البلد دي كلها من الختمية. العيش اللي بيقن 2 بجنيه، ولا التسالي كان زمان بقريش واسي بيقى بكم، كله ده كله شغل، والبنزين الزايد كله ما نزل تحت وطأتهم. طيب قال وجود آدم منا كان منشأه. اسمع الكلام ده كويس. جمال يوسف من أنوار بهجتنا. قالوا لأنه نحن الختمية وجيهين يعني أنا سودان دي الله يدخلنا الجنة، بس ما تقعد تتكلم سأل الله هديك، ما تكذب انت. لو معليش كنت شو سلوفاكي ولا كنت في محل تاني انا ما عارفك كان قلت شنو، لكن انا بعد ذاك امشي كذب. لكن نحن كسودانيين دي نسأل الله شنو يرحمنا ويدخلنا الجنة، ما تكذب علينا. قال جمال يوسف من أنوار بهجتنا. قال ونوح طوفانه لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا. قال كمان إحنا لحقنا طوفان، عشان كده بتلقى عندهم في القصائد بتاعتهم في المولد وغيره يقول لك الختمية سفينة نوح، ألحق نفسك قبل تروح. والله ما ده دي الاعتقادات بتاعتهم. قالوا نار الخليل خبت من سر تفلتنا. شوف المعارضة للقرآن دي كلها معارضة للآيات. تبتذكر إنه ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على جدال، بعارضوا فيها. نار الخليل طفت خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. أيوب لما دعانا عند بلوته، أيوب عليه السلام طلع عند الصوفية على قولهم، طلع مشرك بنادي في الختمية. وربنا قال في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وشنو وذكرى للعابدين. فأيوب نادى منه، نادى الله. ده قال لك وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. وش ليه ما كانت أيوب عليه السلام؟ إلى أن قال نحن المراغنة الأخيار من قدم الختم منا وغوث الكون خادم. أيوة. طيب فخلاصة الكلام يا أخواننا إنه الناس تتمسك بالتوحيد، لأن يا أخواننا دل بيكون به والسعادة في الدنيا والآخرة، والإنسان ما يسمع الشبه اللي بتتقال وكلها من الكذب. زي الهسي بيتكلم قبل شوية ده قال داري وريك إنه قال نحن بنحرف الكلم عن مواضعه. قال نحن ما عندنا انتقاد على البرعي إلا قصيدة واحدة أذكر إلهك يود، وقالوا يود بلغته بتعني شنو؟ طوالي أو يوميا. قال فقاموا الوهابية حرفوها وقالوا البرعي عنده إله اسمه يود. قال لأنهم ما بيفهموا
قالوا يا سلام ليه البرع يعبد إله اسمه يود؟ فقال عشان كده الوهابية بحرفوا لك الكلام. ما قلنا كده يود معناه طوالي، دي خليها كلها القصيدة دي كلها خليها. عنده كلام تاني قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، ده البرع. هرايك شنو في الكلام ده؟ ده برضو يود ولا ده ملح؟ فده كلام باطل يا ناس. فده أنا دار أوصل لك شنو، الشبهات كثيرة، الشبهات كثيرة. لابد يا أخوان الإنسان يقرأ القرآن. أول ما تسمع وأول ما يأتي في العقيدة ويرد على شبه القرآن. وأنا ما دار أطول على الناس، معنا أخونا الشيخ أبو بكر إن شاء الله يكمل ما بدانا من كلام. جزاكم الله خير، تفضل مجزيل مشكور.